أحبابي طلاب الثانوية الأثرية، أهلا بكم في فيديوهات حل المراجعة النهائية. معكم مصطفية مجدي على قناة مستر أيمن بدر لتعليم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله هنستعرض معكم المراجعة النهائية من أقوى كتب المراجعة النهائية الخاصة بالأزهر. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله مكملين معاكم المراجعه، حل معاكم كم كبير جدا جدا من الامتحانات والتدريبات الجزئيه على الدروس. يلا بينا نبدا مراجعتنا للنهارده. والنهارده ان شاء الله هناخد مع بعض ريفيجن 1 كونيونت 1 2 اند 3. وزي ما احنا متعودين انا هبدا معاكم جزء الكلمات، مستر ايمن هيكمل معاكم باقي الوحده. تعالوا نبدأ بنطق الكلمات. رائد فضاء astronaut astronaut، عالم فلك astronomer astronomer، يمنح أو جائزة award award، إسهام contribution T-I-O-N تنطقشن contribution، ملهم أو مبدع inspiring inspiring، يغمر أو يغمس immerse immerse، تحامل أو تحيز prejudice prejudice، فيزيائي physicist ال PH تنطق فيه physicist، يربط link link، يتضمن involve involve، خلاق أو مبدع creative creative، مقالة نقدية review review، مؤثر impressive impressive، دمية puppet puppet، إنجاز achievement CH تنطق تش achievement، يعرض أو عرض show show، يتغلب على overcome overcome، يمنع أو يحظر ban ban، صيدلي chemist chemist، أساس basis basis، موسيقي musical musical، خشبي wooden wooden، كبير senior senior، وجهة نظر a view a view، عناوين headlines headlines، متوازن balanced balanced، عالم scientist scientist، ينشر publish publish، نشاط إشعاعي radioactivity radioactivity، يطور develop develop، تقدم advance advance، تكلفة cost cost، يصنع make make، يستقبل receive receive، وبالتالي consequently consequently، بسبب due to due to، في النهاية finally finally، شخصيا personally personally، ثانيا secondly secondly، في الختام to conclude to conclude، بينما whilst ال H silent whilst، يمدح recommend recommend، تقديم presentation presentation، هدف target target، يدعم أو يرقي promote promote، سفينة فضاء spaceship spaceship، خبير في التكنولوجيا STEM expert STEM expert، يستبدل replace replace، تحيز bias bias، صحفي reporter reporter، آراء opinions opinions، يتبادل swap swap، نصائح tips tips، يحاول أن try to
try to وجهة نظر point of view point of view مضلل misleading misleading إنسان آلي robot robot يخلع أو تقلع الطائرة take off يتوه get lost get lost عقود decades decades رفاهية welfare welfare دور محوري pivotal role pivotal role نهضة renaissance renaissance جذب انتباه hook hook موقع على الشبكة website website إيجابي positive positive فكري intellectual التيو تنطق تشه intellectual خاتمة conclusion الاستيون تنطق جن conclusion idioms and expressions يعود للحياة come to life يقدم إسهامات لي make contributions to عرائس خشبية wooden puppets عرض على النت online show السفر للفضاء space travel الجمهور المستهدف target audience يضل الطريق go missing أو get lost يقدم وجهة نظر present a view يتغلب على الصعوبات overcome the difficulties مع نهاية by the end of عام أو مشترك in common يطور برامج develop software يركز الاهتمام على focus attention on يشارك مع share with مشهور ب famous for في أوج أو في قمة at the top of نساء ملهمات inspiring women حقائق أساسية key facts ينغمس في immerse in يحلم ب dream of في رحلة on a journey قصة إخبارية a news story جمل وعبارات مفيدة لكتابة فقرات المقال هناخد كده كام مقدمة وكام خاتمة ممكن نبدأ ب in fact ونقول اسم الموضوع plays an important role in our life في الحقيقة والموضوع يلعب دور هام في حياتنا it gives me the greatest pleasure to write about زائد اسم الموضوع إنه لا يسعدني أن أكتب عن طبعا المقدمة الأشهر no one can deny that واسم الموضوع play أو plays an important role in our life لا أحد يستطيع أن ينكر أن الموضوع يلعب دور هام في حياتنا no doubt that واسم الموضوع has a great effect on all classes of the society مما لا شك فيه أن إيه له أثر عظيم على كل طبقات المجتمع طبعاً إحنا بنوظف المقدمات دي على حسب كل موضوع وطبيعته بالنسبة للخاتمة ممكن نكتب to sum up أو in short we have to do our best to live in prosperity and welfare باختصار يجب أن نبذل قصارى جهدنا لكي نعيش في رخاء ورفاهية ممكن نكتب with all the above mentioned and more we can overcome the problem of نكتب الموضوع to achieve our hopes and wishes to keep up with the advanced countries طبعا والأحسن إن احنا ما ننتظمش أصلا بلا مقدمات ولا خواتيم ونكتب من عندنا بس إذا استدعى الأمر خالص يعني والدنيا وقفت احفظوا لكم يعني مقدمة وخاتمة عشان تكتبوا Number one Paragraph is a group of space about a topic الparagraph هو مجموعة من إيه عن موضوع الإجابة الصحيحة هي three sentences مجموعة من الجمل Two A paragraph deals with space الparagraph يتعامل مع ب only one topic موضوع واحد فقط
3. Which of these essays tells a story؟ أي من المقالات التالية بيقول قصة أو بيحكي قصة؟ الإجابة الصحيحة هي C. A narrative essay، المقال القصصي. 4. Your honest base essay is a kind of a story، المقال إيه هو نوع من القصة؟ الإجابة الصحيحة هي C. Narrative، الروائي أو القصصي. 5. The first sentence of your introductory paragraph is called the base، الجملة الأولى من الباراجراف التقديمي تسمى، الإجابة الصحيحة هي C. Attention grabber أو الهوك، الجملة الجاذبة. 6. The main idea of an essay is called base، الفكرة الرئيسية للمقال تسمى، الإجابة الصحيحة هي D. Thesis، جملة الموضوع. 7. The first paragraph of an essay is called space، الباراجراف الأول للمقال يسمى، الإجابة الصحيحة هي C. Introduction، المقدمة. 8. The first sentence of a paragraph is called space، الجملة الأولى للباراجراف تسمى، الإجابة الصحيحة هي A. The topic sentence، جملة الموضوع. بعد كده تمرينات الورك بوك هي already محلولة على القناة، هتلاقوا عندكم قائمة خاصة بحل كتاب الورك بوك فيها كل التمرينات دي، بالإضافة إلى 10 امتحانات مقسمة على الوحدات ومقسمة على الريفيجنز، والترم الأول عليه 3 امتحانات كاملة على بعضها، وكذلك الترم الثاني، وطول طبعا مهمين جدا 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 بالنسبة ليكم ان شاء الله، يعني الامتحان بيجي بنسبة كبيرة منهم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد، ان شاء الله مكملين معاكم فيديوهات حل المرشد. سيبكم مع شرح مستر اي. حبايبي طلاب الأزهر الشريف وطلاب التربية والتعليم، احنا عاملين منكم قائمة تشغيل لأسئلة الورك بوك، يعني احنا مش هنسجل جزء هنا لأن الجزء ده احنا عاملينه أصلا عندكم في قائمة الورك بوك، اللي هو يعني تحديدا كده من ايه، تحديدا كده من صفحة 135 لغاية الايه، لغاية صفحة 141، وده احنا عاملينه لكم في الورك بوك، في القائمة بتاعت الورك بوك. انا عايزك اصلا القائمة بتاعت الورك بوك دي تهتم بها جدا جدا جدا، شوف كم جدا انا قلت لك اهو، وربنا يوفقكم ان شاء الله. يلا هنبدا يا جماعة ببعضنا من بيج 142 صفحة 142 نمبر 1. Many companies couldn't be compensated، compensate يعني يعوض، يعني العديد من الشركات لم نستطع او لم يتم الاستطاعة بتعويضها financially يعني ماليا for their losses يعني خسارتهم during the coronavirus pandemic يعني جائحة فيروس كورونا، كورونا أو وباء فيروس كورونا. Number two, the famous novelist اللي هو الروائي has won a lot of international يعني فاز بالعديد من international يعني عالمي أو دولي طبعا awards اللي هي إيه، جوائز رسمية لرقم A. Number three, teachers should use يعني المدرسين عليهم أن يستخدموا different ways يعني الطرق المختلفة to assess يعني يقيم students achievement يعني الإنجازات بتاعت الطلاب لرقم C. Number four, نجيب محفوظ is still an inspiration، inspiration يعني الإلهام to young novelists اللي هم الروائيون الصغار. Number five, we should reward علينا أن نكافئ those who have made الذين عملوا made a significant يعني واضح أو بارز contributions إسهامات to our society للمجتمع بتاعنا. Number six, the new secretary is grumpy. Grumpy يعني متذمر. This means she is bad tempered يعني سيئة الطباع. Number seven, try to avoid يعني حاول أن تتجنب prejudice اللي هو التحيز when writing a news story يعني عند كتابة قصص. Number eight, the bride اللي هي العروسة looked fascinating كانت شكلها لها رائع in her wedding dress يعني في حفل الايه الزفاف. Number nine, most talk show programs يعني البرامج try to have interviews يعني محاورات with societies celebrities اللي هي المشاهير to spread لكي ينشروا their news to the public يعني أخبارهم للجمهور أو العامة.
Even there were a lot of obstacles. يعني يوجد العديد من الobstacles يعني العقبات. احفظوها يا حبايبي. But the young man was determined يعني مصمم to overcome them يعني يتغلب عليهم. اللي رقم A. 11 ياسمين the winning invention يعني اختراع ياسمين الفائز was sparked by the need of يعني الحاجة cleaner water يعني ماء نظيف in her village يعني في القرية بتاعتها. Number 12 people have different opinions يعني الناس عندهم آراء مختلفة about the use of the internet. الانترنت opinions is similar in meaning يعني مشابه للمعنى الايه يا جماعة points of view اللي وجهات الايه النظر. 13 a broadsheet a newspaper اللي هي الصحيفة is more formal يعني رسم newspaper with large pages يعني صفحات ايه اكبر. 14 apprentice الصبي is someone who works for an employer يعني صاحب العمل for a fixed period يعني فترة محددة of time من الوقت in order to learn لكي يتعلم. 15 the secret formula يعني الصيغة السرية for success is hard work يعني العمل الجاد and determination للتصميم لرقم D. 16 the convict اللي هو المدان was found guilty يعني وجد مذنبا of murder القتل او الاغتيال after a trial اللي هي بعد المحاكمة in a court يعني محكمة of law القانون. 17 artificial intelligence artificial intelligence يعني الذكاء الاصطناعي is the development تطور of machines الآلات to perform the tasks لأداء المهام that normally require التي كانت عادة ما تتطلب human intelligence يعني الذكاء البشري. 18 the number of casualties يعني المصابين is terrible يعني فظيع. It was a very terrible accident يعني كان حادث يعني مرعبا. 19 the policeman suspected يعني شك زمان was on drugs drugs يعني كان بيتناول أو كان في حالة سكر يعني عقير because he was acting لأنه كان يتصرف strangely يعني بشكل غريب. 20 I think technology يعني أعتقد أن التكنولوجيا could be used in museums في المتاحف to provide audio information about the objects on display يعني في العرض. 21 نجيب محفوظ was ranked يعني عد as one of the most distinguished يعني مميز novelists يعني الروائيون in the Arab world يعني في العالم العربي. 22 after going through many obstacles يعني بعد ما مر بالعديد من العقبات the poor young man اللي هو الشاب qualified يعني تأهل as a doctor يعني كطبيب. 23 a role model القدوة is a person who هو الشخص اللي people look up to يحترمه الناس and try to be like him ويحاول انه يكون ايه مثله. 24 when you leave out facts يعني عندما تترك الحقائق or certain information او معلومات محددة that doesn't agree with your point of view التي لا تتفق مع وجهة نظرك this is called bias اللي هو تحيز by omission اللي هو بالإغفال أو بالحذف. 25 the police could rescue the minors يعني البوليس استطاع أن هو ينقذ عامل التعدين trapped اللي هو كان محاصر underground يعني تحت الايه تحت الأرض. 26 my brother is going to specialize يعني أخي ينوي أن يتخصص in social engineering يعني الهندسة الاجتماعية it's the branch أو أنه الفرع he likes most الذي يحبه كثيرا. 27 scientists have recently يعني العلماء discovered اكتشفوا permanent يعني دائم liquid water يعني ماء on Mars. Permanent is antonym of for طبعا كلمة permanent هي عكس كلمة temporary اللي رقم به. 28 I nearly jumped out of my skin يعني شعرت بالخوف الشديد when someone fired his revolver يعني البندقية late at night. This means that ده معناه ايه يا جماعة لرقم C the action terrified me يعني أرعبني أو خوفني. 29 I couldn't put my finger on the cause of the problem يعني لا أستطيع أن أحدد سبب المشكلة. This means that I couldn't know it يعني لا أستطيع أن أعرفه لرقم D. 30 the protagonist had heart of stone
يعني قلبه عامل زي الحجر. This means that he was very cruel اللي رقم A يعني قاسي للغاية. 31 رامي is very happy يعني سام رامي كان سعيد. As he has won يعني فاز a medal يعني بميدالية for writing poetry لكتابة الشعر. طبعا يا جماعة مضارع تام لفعل وقع في الماضي وما زال له أثر قائم في الوقت الحاضر. فاز بالميدالية ده في الماضي والأثر في الحاضر إنه هابي. Number 32 it has been 2 months since we visited اللي رقم B our uncle عمنا in the village لأن since يليها ماضي بسيط والفعل الثاني مضارع تام. 33 I don't think she is ill يعني لا أعتقد إنها مريضة. طبعا يا جماعة السؤال المزايل اللي هيشتغل على الجزء الثاني لأن فعل الاعتقاد والرأي والقول لما يبقى الفعل I أو we بتشتغل على الجزء الثاني يبقى is she لرقم C. 34 I don't believe يعني لا أصدق what he says ما يقول. He usually tells lies وعادة ما بيكذب يبقى رقم لقد A. طبعا ليه what يا جماعة؟ لأن ده ضمير الوصل اللي بيسبقه فعل أو ضمير. 35 you shouldn't mix with bad friends يعني لا يجب أن تختلط مع الأصدقاء السوء. بيتر ألون تكون بمفردك than in no article يعني no article اللي رقم دي bad company يعني صحبة سيئة. ولو قلت لي ليه هنقول لك لأن كلمة صحبة ديت اللي هي company اسم مفرد غير قابل للعد فما نحطلوش لأداة نكرة ولا تعريف. 36 يوسف as a secretary for 10 years only يعني اشتغل سكرتير لقدي 10 سنين فقط. now he is a sales manager يعني مدير مبيعات for a big company يعني شركة كبيرة. يبقى عمله كسكرتير يا جماعة بدأ في الماضي وانتهى في الماضي وبالتالي هناخد رقم ماضي بسيط اللي رقم B. 37 did you finish reading the novel يعني هل انتهيت من قراءة الرواية I had lent you التي قد أعرتها لك لأن هنا ماضي تام أقدم حدوثا من الماضي البسيط. 38 I went to the company يعني ذهبت إلى الشركة and met وقابلت the sales manager اللي هو المدير. and يا جماعة ما يأتي قبلها يكون مثل ما يأتي بعدها فاللي جاب ليها ماضي بسيط وبالتالي اللي بعدها هيكون ماضي بسيط. 39 I haven't seen Mr. Ahmed the last time we met at the club يبقى since يا جماعة معنى الجملة ما قابلتش مع مستر أحمد منذ آخر مرة تقابلنا في النادي لأن سينس يليها ماضي بسيط والفعل الثاني مضارع تام. 40 تامر couldn't answer the phone يعني تامر لم يستطع أن يرد على التليفون because he was sleeping deeply لأنه كان ينام بعمق. طبعا يا جماعة هنا إيه ماضي مستمر اللي هو ماضي بسيط وبعدين because وبعدين ماضي مستمر اللي هو was sleeping لأن الفعل كان بيحدث في نفس وقت الفعل ده. 41 أماني spaced 3 lessons before she went to bed يعني أماني رجعت 3 دروس قبل ما تذهب إلى الفراش. طبعا يا جماعة لما بيدينا عدد مستحيل نستخدم الفاء إن جي وبالتالي هناخد رقم B اللي هي had revised. 42 I can't meet you since I spaced my lessons all day يعني لا أستطيع مقابلتك لأنني سأكون براجع دروسي كل طوال اليوم. طبعا يا جماعة كلمة all زائد مدة أو كلمة كانت لما بنلاقيهم هنستخدم يا مضارع مستمر يا مستقبل مستمر. عندنا مستقبل مستمر اللي رقم C اللي هو بيتكون من will be والفعل المضاف له ing. 43 I think reading the novel يعني قراءة الرواية is much more interesting يعني أكثر متعة كثيرا than watching a movie من مشاهدة الفيلم يبقى ماتش لرقم B. 44 have you received يعني هل تلقيت a reply ردا to your complaint للشكوى. yes I received it yesterday. نعم تلقيتها بالأمس عشان كلمة yesterday دي جملة ماضي بسيط. ده اللي على الماضي بس خلي بالك اللي فوق جملة واللي تحت جملة عشان خاطر ما تخلطش الأمور ببعضها. لكن 45 when I space the news يعني عندما أصل الأخبار I will tell you يعني سوف أخبرك. طبعا when يليها مضارع بسيط أو مضارع تام وبالتالي ناخد آخر واحدة اللي have got والتاني يبقى في المستقبل. 46 it's nice that cats usually clean. طبعا كاتس ده اسم ايه يا جماعه جم وبالتالي هنعوض بزيم سيلفز اللي رقم سي. 47 هو از ذا سبيس اوف ذا تو بويز انا جاي لك عندما يدينا شخصين او شيئين او كلمه تو او نجد بعد النقاط مباشره حرف الجر اوف بنختار الصفه اللي فيها ار وبالتالي هنتكلم ايه رقم بي. 48 I was exhausted منهك because I spaced working all day long
طبعا يا جماعه هنا في اعطاء سبب لصفه اللي هي مين؟ exhausted، بعد مين؟ بعد was، يعني بعد الفيرب تو بي. وانا قلت لك لما بيدي اعطاء لسبب لصفه بعد was او where بناخد ماضي تام مستمر اللي رقم ايه؟ had been working. هو اكد لي المعنى ده لما قال لي كلمه all day، يعني ادالي all وبعديها مده. 49 by next October، يعني قبل اكتوبر القادم، I space university will have joined اللي رقم دي، لان by زائد مده في المستقبل بتدل على المستقبل التام اللي هو بيتكون من will have والتصريف الثالث للفعل. مش عايزك برضو تنسى ان by زائد مده في الماضي بتدل على الماضي التام اللي هو had والتصريف الثالث للفعل. 50 don't worry، لا تقلق، I space until you space better، يعني مش هنغادر حتى حضرتك تشعر بتحسن. طبعا تل او انطل بيجي بعدها مضارع بسيط والفعل الثاني بيبقى مستقبل منفي، وبالتالي هناخد رقم دي اللي هي won't leave you feel. 51 once I space sure the car is ready for the journey I space you، يعني بمجرد من انا ايه اتاكد ان العربيه جاهزه للرحله سوف اتصل بك. هنا يا جماعه once ده هو اللي هي بتساوي as soon as، بيجي بعدها مضارع تام والثاني مستقبل، مضارع تام او مضارع بسيط. طبعا يبقى هناخد رقم بي اللي هي ايه؟ have made will contact. 52 I space the house until the doctor had come and space my friend's father، يعني لم اغادر المنزل حتى الطبيب جاء وفحص والد صديقي. يبقى هناخد رقم ايه اللي didn't leave we examined، هتقول لي ليه يا مستر؟ هنقول لك until اللي بيجي قبلها ماضي بسيط منفي وبعديها ماضي تام. طب هتقول لي يا مستر ما اند هنا انت خدت لي ماضي بسيط؟ لا انا خدت ماضي تام، بس القاعده يا اولاد بتقول ايه؟ ان انا ما بنعيدش الفعل المساعد او الناقص بعد ان، يعني ما تقوليش had come and had examined، مش كده. 53 while my mother، يعني بينما امي، طبعا while يا اولاد معروف ان بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها ماضي مستمر، يبقى هقول was making، يعني كانت بتعمل. our lunch I was doing اللي هي الرقم اللي معاها برضه اللي هي رقم بي. my homework so I couldn't help her، يعني ما كنتش عارف ساعتها، لان ده ايه؟ التزامن، يعني ماضي مستمر يحدث في وقت ماضي مستمر. 54 as soon as she is back home she realized that she is back her watch in the office. لو انتوا فاكرين يا جماعه انا قلت لك لو الجمله فيها ثلاثه افعال، اثنين ماضي بسيط والثالث ماضي تام، يعني احنا عندنا هنا realized دي ماضي بسيط، الاثنين التانيين اللي هنختارهم بقى ماضي تام. طب تعالى نقول لك على قاعده كمان، انا قلت لك بعد realized وdiscover ونيو وريكوجنايز وفايند اوت، بعد الافعال دي بناخد ماضي تام، يبقى اذا الاجابه رقم سي ريتيرند وهات لي. 55 اي سبيس فور 30 مينتس وين ماي فريند سبيس ذا كومباني. طيب يا جماعه احنا عندنا وين هنا ومعاها فور زائد مده، يبقى هنا هناخد ماضي تام مستمر اللي هاد بين ويتنج، والطبيعي بعد وين هيجي ماضي بسيط يبقى ريتش، يبقى نعلم على الرقم دي. 56 اي ميسد ذا ستارت، يعني في تاني بدايه اوف ذا موفي ذيس مينز ذات، ده معناه ايه يا جماعه؟ لي رقم ايه؟ when I reach the cinema، يعني عندما وصلت للسينما، the film had already started، الفيلم قد بالفعل ايه؟ قد بدأ. وفقكم الله وأعانكم الله، وعلى أمل اللقاء بحضراتكم في الوحدة الرابعة. ما تنسوش يا جماعة من تراجعوا كويس الجرامر من فيديوهات الجرامر اللي بنشرحها لكم منظمة على الكرومة أو على سمارت بورد، وفريق العمل إن شاء الله هيسيب لكم الرابط في صندوق الوصف إن شاء الله عز وجل.